نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على طريقه تحضير الحميص التازي. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو معايا حتى الاخر. صراحه هذه من احسن الاكلات اللي كتحضر في تازة ومن الاكلات القديمه اللي معروفه في تازة. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو باش تعرفوا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للحلم انا استعملت هنا اللحم ديال الغنمي، تقدروا تستعملوا حتى ديال البقري، المهم اللي كان متوفر عندكم، والكميه كتبقى حسب طبعا المتوفر عندكم كيف ما يعني كيف ما كنعرفوا. هنا اول حاجه خديت الثومه، خديت هنا واحد الراس ديال الثومه وحكيته، ضفته هنايا في البول اللي غادي اولا في الطبسي اللي غادي نحرك فيه، وضفت هنايا الكمون البلدي، الكمون هذا البلدي جديد مطحون، يعني طحنته جديد باش كيكون عنده واحد المذاق زوين بزاف. خديت كذلك القزبر يابس حتى هو يعني يلاه طحنته، يعني كلشي العطريه كنستعملها جديده. غادي نضيف حتى هو 3 ديال المعالق، كذلك غادي نضيفوا الملحه، والملحه كتكون بكميه زايده شويه، يعني هو كيجي واقف على الملحه كيف كنقولوا، يعني غادي نستعمل هنايا جوج المعالق ونص، وما وصلش النص ولكن جوج معالق وزياده ديال الملحه. شحال ما كانت الملحه كثيره شحال ما كان اللحم كيجي زوين، وحتى الى حسبنا به مده طويله يعني ما كيخسرش. كذلك هنا غادي نستعمل واحد المعلقه ديال التحميره، ما نكثروش منها، اللي ما بغاش يستعملها فهو يعني حر، ولكن انا كنستعملها. صافي، هادو هما المكونات اللي كنستعملو في الحميس ديالنا. غادي نحاول نخلط هاد العطريه ديالي بواحد الكاس ديال الماء هكا باش تنسجم ليا. غادي نحاول نخلطها مزيان، صراحه هادي من احسن الاكلات اللي كانوا كيحضروا مواتنا وجداتنا يعني زمان، يعني كانوا كيحضروه بكميه كبيره وتيبقى عندهم مده طويله، يعني في الوقت اللي كيبغيو هكا ياكلوه كياخذوا تيسخنوا هكا واحد الكميه وكيحتفظوا بالباقي، يعني ما كيخسر ما كيوقع عليه حتى شي حاجه، يعني داك الكميه ديال الملح والكميه ديال الشحمه اللي غادي نستعملوا والزيت هو اللي كيحافظ عليه باش ما كيضيعش. صافي، كناخذ الطريفات نتاع اللحم ديالي هنايا يكونوا طريفات يكونوا هكا مزيونين، وكنحاول ندخل فيه هاد العطريه اللي خلطنا، يعني كنشرملوه مزيان، ومن بعد ندوزو نكملو طريقه التحضير. صافي، هذا هو اللحم ديالي من بعد ما شملته، يعني غادي نحتفظ به هنا واحد الليله كامله اولا جوج ليلات، يعني نتوما الا بغيتو تخليو هكا العطريه تشرب فيه مزيان غتحتفظوا به ليله اولا جوج ديال الليلات، لكم الاختيار. غادي ندير عليه بابي سول، غادي ندير عليه سلوفان، وغادي نخليه يرقد مزيان في الثلاجه. دابا غادي نحتفظ به في الثلاجه ومن بعد نتلاقى معكم. البنات، هذا هو اللحم ديالي من بعد ما خليته ليله كامله في الثلاجه، يعني شرب ديك الشرموله مزيان. خديت هنايا الكوكوت ديالي وضعت فيها كميه ديال الشحمه، تقريبا استعملت هنايا نص كيلو ديال الشحمه ديال الكلوه ديال البقري مغسوله ومطحونه هنايا في الهاشوار.
دفتها وغادي نضيف عليها هاد الطريفين ديال اللحم كيف ما كتشوفوا. هاد العطريه او هاد الشرموله اللي بقات لي هنايا غادي نضيف عليها واحد الكاس ديال الماء، واحد الكاس ديال الماء او لا كاس ونص، وغادي نديرو في الكوكوط، يعني داك العطريه زوينه غادي نحتاجها بلا ما نزيد العطريه، غادي نضيفها في الكوكوط. هذه هي الكميه الماء اللي غادي نحتاج في الطياب، يعني ما غاديش نزيد واحد الكميه اخرى ديال الماء، وغادي نشعل عليه البوطه وغادي نخليه يطيب على عافيه مهيله حتى نشوفوا اللحيمه طابت. صافي استعملت هنايا كذلك الزيت البلديه، استعملت تقريبا واحد الكاسونس ديال الزيت البلديه، تقدروا تستعملوا الروميه ولكن البلديه بطبيعه الحال كتبقى احسن في هذه الوصفه. صافي دابا غادي ندير الكوكوط ديالي فوق البوطه، كيف ما كتشوفوا هي بدات كتغلي وديك الشحمره ها ذابت. صافي هنايا غادي نخليها طيب، غادي نقص البوطه غادي نخليه يطيب على عافيه مهيله حتى يطيب اللحم ديالي مزيان، ومن بعد غادي نخلي الكوكوط ديالي تشحر، يعني ما يبقاش فيها كاع الماء، غادي تولي اللحيمه واقفه غير في الزويته او في الشحمه ديالها، وديك الساعات اللحم ديالنا كيكون وجد، يعني باش ما يخسرش لينا ما خاصش كاع هاد المقا هادي تبقى. صافي من بعد ما دازت واحد المده واللحم ديالي طاب هانتوما كيف ما كتشوفوا، دابا كنخلي الكوكوط ديالي عريانه باش ديك النفس اللي تيطلع في الطي ما كيرجعش يقطر فيها الماء. صافي كنخليها عريانه وكنخلي اللحم ديالي، كنخليو اللحم ديالنا ينشف مزيان ما بقاش فيه كاع الماء باش ما كيخسرش لينا. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، نتمنى انه يكون نال اعجابكم وتجربوه صراحه سواء باللحم ديال الغنمي او اللحم ديال البقري، كيجي رائع وكيجي طيب زبده. ننصحكم انكم تجربوه ولا كي جاو عندكم هكا الضياف يعني ديروه كوصفه رئيسيه. هذا حتى لهنا كتوصل النهايه ديال الفيديو ديالي، نتمنى انه يعجبكم. يعني بالنسبه يعني الا بغيتوا تحتفظوا بواحد الكميه ديال اللحم صافي كديروه هنايا في الشبيره وكتكبوا عليه ديك ليدام ديالو وكتحتفظوا به هكا، يعني كيبقى مده طويله ما كيخسرش. كديروا ديك شويه ديال العطريه اللي كتبقى يعني في الكوكوط كديروها مع اللحيمه باش ملي كتسخنوه كيبقى بالعطريه ديالو. وشكرا.